طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: بتهمة البحث عن رواتب المعلمين، ميليشيات الحوثي تقتحم وتنهب منزل مدير تربية دمار. ومن يمن مونيتور يعلق: محاولات جريفيث إنقاذ اتفاق السويد تواجه تعقيدات حوثية. وفي الأخبار المنوعة: إسرائيل تطالب بتعويضات عن ممتلكات اليهود المفقودة في اليمن ودول أخرى. أهلا بكم. أطقم مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي تطوق المكان، مسلحون يخرجون منها ويقتحمون منزل مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة دمار عبد الإله المقدشي، ويفتشون كل شيء ولا أحد يعترض أو يوجه حتى سؤالا ماذا فعل المقدشي حتى يحدث له ذلك. وفقا لموقع صحوة نت، فإن ملاحقة المقدشي أتت بتهمة البحث عن رواتب المعلمين، ميليشيات الحوثي تقتحم وتنهب منزل مدير تربية دمار. قال شهود عيان إن عناصر من ميليشيات الحوثي يقودهم ما يسمى المدير الأمن الحربي اقتحموا منزل المقدشي بعد إطلاقهم النار على باب المنزل فور وصولهم. أوضح شهود العيان أن عناصر الميليشيات دخلوا المنزل بعد خلع الباب الرئيسي، وقاموا بتفتيشه ونهب بعض محتوياته الثمينة من أثاث وأدوات منزلية، وتمركزوا بداخله قبل أن يتدخل الأهالي بإقناعهم بعدم نهب ما تبقى من محتويات. وبحسب معلومات رسمية، فإن الخلافات أو مع المقدشي تأتي على خلفية اهتمامه ومتابعته لرواتب موظفي المحافظة. قام مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بعقد عدة لقاءات مع قيادات ميليشيا الحوثي بصنعاء ضمن جهوده لإنقاذ اتفاقات ستوكهولم بين الجماعة والحكومة اليمنية، لكنها كما يعنون موقع يمن مونيتور محاولات جريفيث إنقاذ اتفاق ستوكهولم في صنعاء تواجه تعقيدات حوثية. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي قامت نهاية ديسمبر الماضي بخدعة تسليم الميناء لقوات خفر السواحل المحلية وتنفيذ انسحاب وهمي لمسلحيها، وشككت الأمم المتحدة بتنفيذ الحوثيين للاتفاق. وشنت جماعة الحوثي حملة على الأمم المتحدة ولجنتها التي يرأسها باتريك كاميرت في الحديدة بعد تشكيك الأمم المتحدة بخدعة الجماعة، واعتبرت كاميرت يعمل مع التحالف العربي. كما رفض الحوثيون فتح طريق صنعاء الحديدة لمرور المساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة رغم اتفاقها مع الحكومة اليمنية على تنفيذ ذلك. انفجارات قادمة في العالم العربي، تحت هذا العنوان كتب خليل العلاني مقاله في صحيفة العربي الجديد. يخطئ من يظن أن ملف التغيير في العالم العربي قد طواه النجاح المؤقت للثورات المضادة، وما توتر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان مثل مصر والأردن والمغرب والجزائر سوى دليل على أن ثمة حاجة ماسة لتغييرات بنيوية حقيقية لسحب فتيل الانفجار. صحيح أن الدولة العربية تخشى تغييراً قد يطيح من في السلطة أو يقلص نفوذهم، بعد أن إبقاء الأوضاع على جمودها وعفنها قد يأتي بتغيير يطيح هذه الدولة من جذورها على نحو ما هو قائم للآن في أكثر من بلد عربي. في ظل خلفية كهذه، يمكن قراءة سلسلة الأزمات الراهنة التي تكاد تطيح سلطة الدولة في العالم العربي وتدفع الحركات الانفصالية إلى صدارة المشهد السياسي العربي. فلا يمكن رد مشكلة الحوثيين في اليمن ابتداءً إلى نزعة إيديولوجية أو رؤية عقائدية متطرفة أو حتى إلى نزعة سياسية انفصالية، إنما هي بالأساس تعبر عن أزمة بنيوية اجتماعية ناجمة بوضوح عن فشل الدولة اليمنية في مرحلة ما بعد الاستقلال في تحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الوظيفي والإشباع النفسي لأحد مكوناتها الاجتماعية، وهي نسخة مكررة عن مشكلة الجنوب التي زادت حدتها خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تعكس الفشل الذريع للنظام اليمني في استثمار الوحدة التي تحققت قبل عقدين بين الشمال والجنوب، ولم ينجح في تحويلها من وحدة جغرافية وإدارية إلى وحدة سياسية واجتماعية. وتظل الرغبة في احتكار السلطة إلى الأبد من دون شراكة أو محاسبة من المجتمع وقواه الحية أحد العوامل القابعة خلف احتقان الأوضاع في البلدان العربية،
وهو ما يجعلها عالقة بين استقرار هش لا يضمن بقاء السلطة لدى محتكريها أو تغيير عنيف يطيح الدولة والمجتمع معا. لم يتبقى لليمنيين شيء لم تصادره ميليشيا الحوثي إلى أن وصل الحال لتجبر سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية مقابل السير على الطرقات وفقا لموقع المصدر أونلاين. الحوثيون يفرضون رسوما على مرور الشاحنات والناقلات في محافظة دمار، وقال الموقع أن جماعة الحوثيين في مدينة دمار فرضت مبالغ مالية على سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة مقابل مرورهم من الشارع العام في المدينة الخاضعة لسيطرتها. ووفق مذكرة رسمية لسلطات الجماعة المسلحة في المدينة بشأن تحصيل رسوم عبور على الناقلات، فإن التعميم يقضي بإجبار كافة الناقلات التي على متنها حمولات بضائع مارة من محافظة دمار بدءا بالشاحنات الصغيرة وما هو أكبر منها، وحدد التعميم فرض 2000 ريال على الشاحنات الصغيرة و5000 ريال على الشاحنات الكبيرة، وشدد التعميم على السلطات بعدم التهاون في فرض هذه الرسوم. مناسبة نوعية شهدتها ماليزيا فيما يخص اليمنيين اللاجئين هناك والذين يحتاجون إلى ما يعينهم على البقاء هناك وفقا لموقع الحرف 28، فقد شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور حفلا خيريا يخصص رعيه لدعم الأسر اليمنية داخل ماليزيا عبر تقديم برامج تدريبية مهنية وحرفية تؤهل النساء في الأسر اليمنية المتواجدة في ماليزيا. وتنظم رياحين اليمن بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الماليزية MRA المبادرة بهدف الاهتمام بالأسر اليمنية المتواجدة في ماليزيا على منهجية لا تعطيني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، وذلك عبر تقديم برامج تدريبية تؤهل النساء في الأسر اليمنية المتواجدة في ماليزيا وتمكنهن من الحصول على حرفة تساعدهن في إعالة أسرهن هناك. وأكدت كلمة السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد على اعتماد تكلفة أول دورة تدريبية لتأهيل 20 متدربة يمنية، ودعوة الجميع من رجال أعمال ومنظمات ومؤسسات وكل من لديه القدرة لتقديم الدعم والمساندة لهكذا برامج تخفف المعاناة وتنهي حالة الاعتماد على الغير. اللص الشارد، تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربي. نحتاج دائما إلى لحظة فارقة نسجل فيها وقفة مع الذات، لحظة حادة ودقيقة تشطر الزمن إلى نصفين وتحدد الحاضر بشكل لا شكوك فيه، بحيث يصبح الماضي ماضيا فعلا ننفصل عنه تماما لنعيش اللحظة ويصبح المستقبل مستقبلا فعلا، نخطط له بخطى ثابتة ورؤية مكتملة الوضوح. يحضر الماضي في بصمتنا الأدبية وقليلاً ما يحضر الحاضر ونادراً جداً ما يحضر المستقبل. فعل كان هو الفعل المسيطر على لغة السرد عندنا، وهذا ليس ذنب الكاتب بقدر ما هو ذنب مجتمع بأكمله يعيش في الماضي حتى في مدوناته. نكتب الماضي لأننا ربما لا نستوعب الحاضر جيداً، نحتاج لمسافة زمنية تنضج فيها الأفكار في أدمغتنا قبل أن نعيد صياغتها. وهذا رأي أرى فيه جانباً مشرقاً لو أننا لا نتمسك بتلابيب الماضي ونبقى عالقين فيه. لا أدري إن طرق الأدب العربي باب الزمن في هذه الطريقة نفسها، لكنني أعرف أن آلة الزمن لهربرت جورج ويلز من أجمل وأروع ما كتب لقراءة مستقبل البشرية بعد مئات الآلاف من السنين. الرواية صدرت في أواخر القرن 19، ولمن لم يقرأها يمكن اقتناؤها كفيلم لمعرفة الأسئلة الكبرى التي طرحها الكاتب في زمنه، لكنه حتماً نبه لفكرة علمية حقيقية، وهي أننا نعيش على سلم زمني، حتى أنه بإمكاننا أن نرى الماضي متفاوتاً في أنوار النجوم اللماعة ليلاً. سنة جديدة هي إضافة لعمر الصداقات الجميلة كما قال فيكتور هوغو، وسنة جيدة دائماً تعوضنا عن خسائر سنتين على قول فولتير. سنة حلوة لكم جميعاً، ولا تتركوا اللص الشاطر يسرق اللحظات الجميلة من أعماركم. صحيفة سويس إنفو السويسرية نقلت عن الرئيس الأمريكي ترامب تأكيده مقتل العقل المدبر لتفجير السفينة USS كول،
ترامب أعلن مقتل جمال البدوي على أيدي الجيش الأمريكي العقر المدبر لهجوم أكتوبر 2000 على سفينة حربية USS كول. وقال رئيس الولايات المتحدة إن جيشنا حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا وأصيبوا في الهجوم على المدمرة الأمريكية كول. لقد قتلنا للتو زعيم هذا الهجوم جمال البدوي، لن نتوقف أبدا عن كفاحنا ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي. متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي سينت كوم قال إن القوات الأمريكية نفذت ضربة دقيقة في 1 يناير في محافظة مأرب، وكان الهدف جمال البدوي. حجور والحوثي الأصابع على الزناد. تحت هذا العنوان كتب عامر السعيدي مقاله في موقع المصدر أونلاين، مضيفا في أجزاء من المقال: منذ تقدم قوات الجيش الوطني في حرض وحيران، تذكر الحوثيون ثأرهم مع حجور في كشر وعاهم، الثأر الذي حال دونه استبسال وتكاتف قبائل حجور في كشر أمام سلطة الميليشيا التي سبق وانتقمت من أرحب والجوف وأجلت ثأرها مع حجور في محاولة لكسب عشرات المقاتلين وعلى أمل أن تستسلم القبائل حين ترى تهاوي المدن والمحافظات وسقوط القبائل الكبيرة. لكن هذا لم يحدث، وبقيت المديرية كنقطة بيضاء في وسط السواد وكعنوان للكبرياء والتحدي الجمهوري، حيث وفي كل مناسبة لسبتمبر كانت شعلة الثورة تعلو كل بيت كرسالة للإماميين الجدد أن الجمهورية أقدس من خرافاتكم والوطن فوق كل شيء. ولقد حاولت الجماعة الفاشية فعل كل ما لا يخطر ببال للنيل من أبناء حجور في كشر، ولكن حيلها تبوء بالفشل أمام صلابة الموقف. ولما لم يجدوا حيلة لاجتياح المديرية فقد حاولوا ببعض اللصوص وضعاف النفوس خلق حالة من الفوضى وتغذية التقطعات والخلافات برعاية حوثية واضحة تكفل بها علي أبو الحاكم وأبو خرفشة ومحافظ الميليشيا في حج هلال الصوفي الذي يعسكر في وادي العريض، بعد أن أعلنوا حصار كشر والحرب عليها وحشد مسلحيهم على تخوم المديرية في حجور. تقف القبائل بمختلف توجهاتها السياسية موقف رفض، وهي تضع أصابعها على الزناد ومعها الكثير من القلق بسبب الحصار، إذ لا طريق حتى لإسعاف جريح كما حدث مع علي بن علي حليس الذي مات جريحا دون أن يتمكن أهله من إسعافه خوفا من خطفهم والإجهاز عليه في أول نقطة حوثية بعد أن أثخنته رصاصاتهم على الحدود الشرقية لمديرية كشر. عندما أوقفت الصين سياسة الطفل الواحد قبل 3 سنوات كما يقول موقع شبكة البي بي سي، كان هناك أمل بأن يقوم الأزواج بإنجاب طفل ثان، ما سيساعد في إبطاء وتيرة شيخوخة المجتمع، ولكن القرار لم يفلح في تحقيق هدفه حسب محلل الشؤون الصينية يوين. وقد أصبح الانخفاض في معدل المواليد أحد أكثر الموضوعات التي يجري الحديث عنها في عموم الصين، حيث يسود الإحساس بأن ثمة أزمة تواجهها البلاد على هذا الصعيد. فبعد عقود من محاولة الحد من التنامي السكاني، أصبحت الدعاية الحكومية تستخدم الآن شعارات تدعو الأزواج لإنجاب الأطفال من أجل البلاد، ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سياسة الحكومة التي اعتبرها البعض متطفلة وتفتقر لحس المراعاة. وتجري حاليا مناقشة إجراءات تتنوع بين تمديد إجازة الأمومة والتشجيع على إنجاب طفل ثان من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة أو إعفاءات ضريبية لبعض الوقت، حتى أن البعض يطالب برفع القيود على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم كليا. وكانت سياسة الطفل الواحد التي هدفت للحد من النمو السكاني في الصين قد فرضت عام 1979، أي بعد عام من الإصلاحات الاقتصادية. بموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين، شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة والإجهاض الإجباري، ولكن معدل الإنجاب كان قد تدنى بشكل حاد بالفعل قبل عقد من الزمن. ومن أجل مواصلة الصين نموها الاقتصادي ودعم المسنين فيها تحتاج إلى زيادة في السكان وليس انخفاضا، وجاء قرار إنهاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 خدمة لهذه الغاية، إلا أن البيانات تظهر عكس ذلك.
فرغم فتح باب الإنجاب لا يبدو أن الشباب الصيني يرغب في الأطفال. دفعت العلاقات المتسارعة بين الدول العربية وإسرائيل الأخيرة إلى تقديمها مطالبات عدة وفقا لصحيفة القدس العربي، مطالبات قيمتها مليارات الدولارات. إسرائيل تطالب بتعويضات عن ممتلكات اليهود المفقودة في الدول العربية. وتنقل الصحيفة مستندة على وسائل إعلام عبرية قولها إن إسرائيل بدأت حصر وتقدير قيمة الممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية بعد هجرتهم إلى فلسطين المحتلة من أجل المطالبة بتعويضات عن تلك الممتلكات. وقال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير إن إسرائيل قدمت للمرة الأولى تقديرا رسميا للممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، وأوضح أن إجمالي قيمة تلك الممتلكات قدر ب 250 مليار دولار، منها 50 مليار في تونس وليبيا فقط. وأضاف التلفزيون الإسرائيلي أن الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار الاستعدادات لخطط السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن وعزم دول الاحتلال على المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية. وأشار إلى أن إسرائيل أجرت عمليات سرية لتقدير قيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن خلال السنة والنصف الماضية. ووفقا لوزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جيملائيل، لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الدول العربية، مضيفا لا يمكنك التحدث عن الشرق الأوسط دون النظر إلى حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف. صور متناقضة الأحداث والتكوين والمعنى تنشرها صحيفة الديلي تلغراف، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.